بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. طبعا حصل في الأيام اللي فاتت طبعا إن القناة قفلت بالخطأ، لكن الحمد لله رجعت تاني، وإن شاء الله هنكمل المشوار بتاعنا في الفاير فايتنج والمحاضرات بتاعتها لحد ما نوصل بإذن الله لمرحلة البروفيشنال، وإن شاء الله هنوصل لمرحلة إن احنا نقدر نعمل ديزاين أو تصميم كامل لمشروع. اللي توقفنا عنده المرة اللي فاتت ان احنا خلاص وصلنا لمرحلة توزيع الرشاشات، وبعد كده توصيل البايبنج، وبعد كده عملنا سايزنج للبايبنج دهيت اكوردنج تو البايب سكيدول، وبعد كده قلنا ان احنا بنحط بعض التكستات الاساسية زي مثلا القطر بتاع الرايزر، زي مثلا التاي ان او السي اكس، وكذلك الامر المشاور على اللي هي الزوم كنترول ستيشن اللي موجودة عندي في المشروع، واللي قلنا ان هي بتتحكم في الدور بالكامل اثناء عمليات الصيانة، وكمان براقب من خلالها برضو المية اذا كان حصل فيها صدى او غيرها، فبعرف من خلال الجلاس بالب اللي هي من ضمن مكونات الزون كنترول ستيشن بقدر احدد من خلالها امتى اعمل صيانة للشبكة بتاعتي، وان انا افضي الشبكة من المياه وابدأ اغير المياه بمياه تانية جديدة. في حاجة تانية اللي هي نسيناها المرة اللي فاتت، ان احنا المفروض زوم كنترول ستيشن من ضمن المكونات بتاعتها اللي هو وصلة التست اند درين او تست اند درين فالف، فالمفروض ان انا باجي على السيمبل بتاع زوم كنترول ستيشن، تمام، اختار اللي هو اي لير انا كنت اعملها قبل كده او فاسميها دي مثلا اللي هي فاير بايب اللي هي خاصة بالدرين، وبعد كده بعمل لها راوتنج للبايب دهيت اللي هي يعني الخارج بتاع التست اند درين فالف على اقرب نقطة صرف موجودة عندي. طبعا اقرب نقطة صرف موجودة هتبقى موجودة فين؟ هتبقى موجودة عندي في اللي هو المطبخ او الكوميرشال كيتشن. اعمل بريك، البريك دوت بيبين لي ان الماسورة دي فوق الماسورة دي، تمام، يبقى لما اشوف السيمبل ده ان في ماسوره وفي ماسوره تانية مقطوعه بالشكل ده او معمول لها بريك، يبقى اعرف من خلالها ان الماسوره دهيت في مستوى اعلى من الماسوره التانية، تمام. وكل اللي هعمله بعد كده ان انا هعمل نازله هنا، تمام، يبقى هنا ممكن اخد النازله دهيت نكبرها نعملها كوبي بس كده بسيط، وبعد كده نعمل لها انزال هنا بالشكل ده، وبعد كده نعمل لها زي كات هنا اهو، يبقى نعمل كات اهو نفصلها حتى مفيش مشكلة، معلش النهاردة هنطول في المحاضرة عشان خاطر بس نلم جزئية كبيرة في المشروع ده. دلوقتي ان شاء الله هنعمل اللي هو الجزء الخاص بالرايزر دايجرام، وبعد كده هندخل في عملية الحسابات، وعملية الحسابات ده هي عايزة تركيز جامد جدا، تمام، عشان نفهم الكرايتيريا اللي هيمشي بيها او اللي هنمشي بيها في الحسابات الخاصة بالمشروع ده. يبقى كل اللي بينته كده ان في هنا خط اللي هو بتاع تيست اند درين اللي طالع من زون كنترول فالف او زون كنترول ستيشن، وهيترمي على اقرب نقطة صرف، وممكن برضو هنا اعمل عليها مشاورة بسيطة، تمام. يبقى نعمل بس ميرور كده، ونشاور على البايب دهيت تمام. طيب القطر بتاع التست اند درين، تمام، هيبقى القطر بتاعه قد ايه؟ قلنا ان هو بيتوقف على السايز بتاع ايه؟ يبقى بيتوقف على السايز بتاع الرايزر او السايز بتاع الزون كنترول ستيشن، فبيبقى كام؟ يبقى لو نفتكر كده نرجع مع بعض كده للجزء ده،
تمام. اهو ندخل كده على الجزئية بتاعة البريزنتيشن، فهتلاقي ان اب تو 2 بوصة بيبقى عندي القطر بتاع الدرين 3/4 او اكبر، لو كان 2.5 او 3 او 3.5 بيبقى 1.25 اور لارجر، بعد كده 4 اند لارجر يبقى 2 بوصة اونلي، يبقى هنا عندي السايز بتاعي 3 بوصة، وبالتالي هنا السايز بتاع التست اند درين هيبقى كام؟ هيبقى 1.25. الواحد وربع اللي هو كام؟ يبقى اللي هو ال 32 ملم. يبقى كل اللي هعمله ان انا هاجي على التكست ده واروح كاتب 32 ملم، تمام. يبقى فاير درين بايب، يبقى هنا اف دي بي، يبقى فاير درين بايب، تمام. والماتيريال بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى جلفرايزد ستيل. يبقى دايما باخد اللي هي الماتيريال بتاعت مواسير بتاعت الدرين او بتاعت تيست اند درين جلفرايزد ستيل. ليه باخدها جلفرايزد ستيل؟ يبقى باخدها جلفرايزد ستيل علشان خاطر ما يحصلش فيها صدى، نتيجه لان الماسوره نفسها مش بتبقى مملوءه بالمياه بصفه مستمره، هي مجرد بس بيعدي فيها المياه اثناء عمليه الاختبار او اثناء ان انا بفضي الشبكه. وبالتالي هنا عمليه اختلاط الاكسجين مع المياه باستمرار او مع الرطوبه باستمرار داخل الماسوره بيسبب في عمليه الصدى، وبالتالي هنا دايما بخلي الماتيريال بتاعتها جلفرايزد ستيل، في حين ان الماتيريال كلها بتاعت الشبكه بتاعتي بتبقى ايه؟ بتبقى بلاك ستيل. يبقى 32 ملم فاير درين بايب، تمام. يبقى تو بي كونكتد، يبقى بروح كاتب كده، يبقى تو بي كونكتد، يبقى لكي تتصل او اوصلها على، يبقى تو بي كونكتد تو نيرست درين بوينت. يبقى ايه معنى الكلام دوت؟ معناه ان انا بقول والله ان الماسوره بتاعت التست اند درين اللي هي خارجه من زون كنترول ستيشن دي هوصلها على اقرب نقطه صرف موجوده عندي في المشروع، تمام. كده يبقى خلصنا اللي هو الجزئيه بتاعت البلان، تمام. هنيجي بقى للجزئيه اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الرايزر دياجرام. طيب الرايزر دياجرام دوت ببينه ازاي؟ خلاص يبقى ادي الماسوره اهي اللي هي بتاعت السايد وول سبرينكلر، تمام. وادي النازله اللي نزلناها علشان خاطر نحط للتغذيه بتاعت السبرينكلر اللي هو موجود عندي تحت السوفت. كل اللي هعمله ان انا هاجي هنا اروح عامل ايه؟ عامل ميرور بالشكل ده، يبقى اتكرر معايا الناحيه الثانيه اهو، تمام. يبقى واخد داير ما يدور كده، يبقى حوالين ايه؟ حوالين القبه بتاعت المدخل. بعد كده هنيجي للمنطقة دهيت، دي طبعا المنطقة اللي هي بتاعت السيتنج اريا او المنطقة اللي بيقعد فيها الناس. يبقى هنا دي هنحط فيها اللي هو ايه؟ بندنت سبرينكلر، يبقى هنكبرها من هنا اهو، ادي السيمبل بتاعها بالشكل ده. يبقى شكلها زي ما احنا شايفين كده اهو، ان هي راكبه في السيلينج. احط كام واحده كده زي ما قلت لك، ان هي مجرد بس رسمه بتبين لي الشكل بتاع البايبنج او السكيماتيك بتاع البايبنج، ومش شرط ان هي تبقى بسكيل معين، لا يبقى نوت تو سكيل، تمام. اهم حاجه تبقى بتعبر عن ايه؟ يبقى بتعبر عن الرسم، تمام. هنيجي ناخد اللي هو الزون كنترول ستيشن اهو، يبقى ناخد السيمبل بتاعها اهو، ونحطه هنا. وبعد كده هنرسم بالبايبنج بالماتيريال بتاعت الفاير فايتنج بايب اهو، تمام. هنرسم بعد كده اللي هي الشبكة اللي هتغذي القصة دهي، يبقى مجرد بس كده حاجة بتبين لي ايه؟ يبقى بتبين لي حركة المواسير بشكل بسيط خالص، تمام.
وبعد كده بيبقى في هنا اللي هو الجزئية بتاعت الكيتشن في المنطقة اللي هي موجودة عندي هنا. طيب هنكمل ده برضو كده، نكابي برضو السبرينكلر ده بالشكل ده اهو، ونعمل اكستند للسيمبل ده، وبعد كده نمده في اللاين ده، وبعد كده اهو يبقى كده وصلت بالشكل ده. نرجع كده شويه عشان خاطر ايه. طيب هنيجي بعد كده للجزئيه اللي هي بتاعت السيلينج هنا، تمام. المفروض ان انا باجي باخد بعد الزوم كنترول ستيشن، هنزل هنا تمام. طبعا في حاصل تغير في الاليفيشن او تغير في السيلينج هنا بالشكل ده، تمام. يبقى بعد الزوم كنترول ستيشن على طول رحت موصل اللي هو للبندنت سبرينكلر الموجود عندي في المطبخ، تمام. هنركب برضو هنا اهو بندنت سبرينكلر بالشكل ده، تمام. ونوصل السبرينكلر التاني اهو والتالت، تمام. هنا بقى نشوف حل معماري ان هو ممكن يخفي لي اللي هي الماسوره دهيت، تمام. يعمل تشكيله في الحيطه بشكل معين بحيث ان هو يخفيها لي، او لو هي بقطر ايه بقطر بسيط ممكن نعديها في الحيطه بالشكل ده، تمام. بعد كده هنلاقي اللي هي بعد كده اللي هي الماسوره اللي هي جايه بتاعه التغذيه اللي هي جايه من المفروض بامب روم اهو نكبرها. دي طبعا ماشيه تحت الارض، تمام. في طبعا هنا بيبقى في شافت، تمام. الشافت ده هعدي فيه برضو، طبعا هو مش باين في السكشن ان هو متاخد سكشن في مكان معين او في منطقه معينه من البلان، تمام. هنيجي برضو هنكمل بالماسوره المين لحد ما اوصل لايه، يبقى لحد ما اوصل بالشكل ده للزوم كنترول ستيشن. يبقى انا كده عملت ايه، تحس الخط مكسور شويه، يبقى ايه نعدله كده اهو. يبقى ببساطة خالص كده يبقى انا بينت حالة من السكيماتيك او الحركة بتاعت البايبنج داخل المشروع بتاعي. طبعا هنزود بعد كده لما نشرح الجزئية اللي هي بتاعت الفوم سيستم والجزئية اللي هي بتاعت الجاز سيستم. المفروض ان انا هضيف برضو سيمبل كده هبين فيه الغرف بتاعت الكهرباء، سواء الكهرباء او الكنترول روم او الاوضة بتاعت الجنريتور، وهبينها بعد كده في الرايزر دايجرام. زي ما قلت لك ان الرايزر دايجرام هي مجرد بس حاجه كده اسكيماتيك بتبين لي او بتوضح لي الحركه بتاعت السيستم بتاعي او الحركه بتاعت البايبنج، وكمان بتوريني اللي هي ان هو واخد سيكشن في البلان او واخد سيكشن في المبنى، وبتوريني اللي هي الفالفات الرئيسيه او اللي هي الصمامات الرئيسيه والكومبوننت الرئيسيه بتاعت ايه بتاعت السيستم. هنيجي بعد كده للجزئيه المهمه بالنسبه لنا خالص واللي مستنينا كلنا، اللي هي عمليه الحسابات الخاصه بالسيستم ده او الخاصه بالمشروع ده. قبل ما ندخل في عمليات الحسابات الهيدروليكيه بواسطه برنامج الاليد، لازم افهم كرايتيريا معينه او خطوات معينه على اساسها اتبنى البرنامج بتاع الاليد، وعلى اساسها ان هو بنعمل الحسابات بتاعتنا سواء كان بطريقه يدويه او بطريقه ايه او بطريقه تانية اللي هي طريقه الهيدروليك ميثود، تمام. نشوف القصه ده هي.
حاجة في الكالكوليشن ستيبس، تمام، الخاصة بالهيدروليك كالكوليشن. أول حاجة قلت لك إن مهمة خالص أبقى عارفها للمبنى بتاعي، إن أنا لازم أعرف درجة الهازارد، يبقى ايدنتيفيكيشن اوف هازارد، يبقى لازم أعرف درجة الهازارد بتاعتي إذا كانت لايت ولا اوردينري ولا اكسترا هازارد. الحاجة التانية ديترمينيشن نمبر اوف سيستم مين كنترول فالف، يبقى الحاجة التانية لازم أعرف عدد الزون كنترول ستيشن، سواء كان في الويت يبقى اللي بستخدمها في الويت سيستم، او لو كان مثلا في سيستم دراي يبقى اعرف عدد الدراي فالف، لو كان سيستم برياكشن يبقى اعرف عدد البرياكشن فالف. الحاجه الرابعه لو كان عندي اللي هو دليوج سيستم يبقى اعرف عدد الدليوج سيستم او دليوج فالفز اللي هي بتتحكم لي في السيستم بتاعي. يبقى بصفه عامه لازم ابقى عارف اللي هي عدد الكنترول فالف او المين كنترول فالف او الصمامات الرئيسيه اللي هي بتتحكم عندي في السيستم. طيب بعد كده الجزئيه الثالثه او الستيب الثالثه دهيت، دي خاصه ب الدراي والبري اكشن سيستم. الدراي والبري اكشن سيستم لو نفتكر كده مع بعض، ان احنا السيستم بيبقى موجود فيه هواء مضغوط، فالهواء مضغوط دهوت لازم ليه اير سبلاي، يبقى هنا ليه هنا المفروض اير سبلاير، ان هو بيبقى عن طريق كومبريسور او بيبقى عن طريق اسطوانات، تمام. المهم بيغذيني هواء او نيتروجين ان هو يضغط بالسيستم، وعلى اساسه السيستم ده بيشتغل او لا. هنسيب القصه دهيت ان شاء الله للمحاضره اللي جايه، هنفرد لها جزئيه كبيره جدا اللي هي الخاصه بالدرايف سيستم، وازاي ان احنا بنعمل الحسابات بتاعته، وازاي بحدد عدد الصمامات ليه، وازاي بحدد اللي هو الاير سبلاي كفلوريت وكبريشر، وايه اللي بيفرق في السيستم ديزاين بتاعه عن الويت سيستم. بس عشان خاطر ما نتلخبطش كده في الحسابات او في المشروع بتاعنا، يبقى ايه ناجل القصه بتاعت الدراي والبرياكشن سيستم لان شاء الله المحاضره اللي جايه. بعد كده ديترمينيشن اوف ماكسيمم اريا اوف اوبريشن، يبقى بنسميها اللي هي المساحه التصميميه او الديزاين اريا، او بنسميها موست ريموت اريا، يبقى كلها دي مسميات. الموست ريموت اريا زي ما قلت لك هي عباره عن مساحه بتتكون من مجموعه من الرشاشات. الرشاشات دهيت هي اللي بعمل عليها ديزاين للطلمبه. ما ينفعش ان احنا نصمم الطلمبه على اساس ان كل رشاشات معايا هتضرب، يبقى هنا بصممها على عدد محدد بيحدده لي الكود وفقا للديزاين اريا، وعلى اساسها يبقى بعمل سيلكشن او بعمل ديزاين للطلمبه بتاعتي. بعد كده ديترمينيشن اوف ديسشارج دنسيتي، الديسشارج دنسيتي اللي هي كميه الميه اللي لازم تتوفر بالنسبه لوحده المساحات علشان خاطر اقدر اعمل سيطره للحريق، او ان انا اقدر اتحكم في الحريق الموجود عندي في المكان. وده ليه تشارت بيتغير في القيمه بتاعه الديسشارج دنسيتي وفقا لايه، يبقى وفقا لدرجه الهازارد. ومن التشارت ده اللي هنشوفه قدام ان شاء الله بنحدد برضو اللي هي الديزاين اريا. بعد كده الاستيميشن اوف سبرينكلر فلوريد، ازاي ان احنا بنحسب الفلوريد بتاع السبرينكلر، تمام. وبعد كده بنوجد حاجه اسمها الهوز ستريم الاونس. الهوز ستريم الاونس هي ببساطه كده يبقى هي عباره عن قيمه اضافيه بنضيفها للطلمبه بالاضافه الى السبرينكلر فلو اللي هو موجود عندي في الستيب رقم 6، علشان خاطر في حين ان انا الرشاشات شغاله يبقى اقدر اشغل معاها كابينه او اكتر، تمام. يبقى هي سماحيه او زياده بيدهاني او بيفرضها عليا الكود وفقا لعدد الكباين، ووفقا اذا كان في فاير هايدرانت موجود او عسكري حريق موجود عندي خارج المبنى ولا لا. بيحدد لي قيمه، القيمه دهيت وليكن مثلا 50 جي بي ام او 100 جي بي ام، بزودها للفلوريت او الديماند بتاع الرشاشات، وعلى اساسه بيديني قيمه الفلو بتاعت ايه؟ بتاعت الطلمبه. يبقى بعد كده بنحسب اللي هو البامب فلوريت. والخطوه رقم 9 ازاي ان انا بحسب البامب هيد، تمام. البامب هيد اللي هي الضغط بتاع الطلمبه اللازم لتشغيل السيستم. واخر حاجه اللي هي التانك سايزنج، ازاي ان انا بحسب حجم التانك اللازم لتشغيل السيستم او المنظومه بتاعتي. يبقى نركز كده في الستبس دهيت او الخطوات دهيت او البروسيدور ده اللي احنا بنتبعه في عمليه الكالكوليشن، ونركز في كل خطوه علشان خاطر بعد كده لما نشرح برنامج الاليت يبقى هنا كل خطوه بالنسبه لنا تبقى مفهومه، وكل رقم هندخله في برنامج الاليت يبقى ليه علاقه بايه، يبقى ليه علاقه بالخطوات اللي احنا هنشرحها دي بالتفصيل.
اول حاجه يبقى لازم احددها اللي هي بيلدينج هازارد، اللي هي اذا كانت عندي المبنى ده لايت هازارد ولا اوردينري هازارد جروب 1 ولا اوردينري هازارد جروب 2 ولا اكسترا هازارد جروب 1 او 2. تمام. يبقى بالنسبه لمشروعنا يبقى عندي المنطقه اللي هي بتاعه الموست ريموت اريا بتقع في منطقه ايه اللايت هازارد، يبقى هنا هعمل تو كالكوليشن. تمام. كرايتيريا اولها يبقى هتبقى على الابعد عن الطولمبه، هنلاقي الابعد عن الطولمبه يبقى واقع في المنطقه اللي هي بتاعه اللايت هازارد، يبقى كده ده خطوه هعملها في الكالكوليشن. تاني حاجه هشوف الاعلى هازارد، الاعلى هازارد اللي هو الكوميرشال كيتشن، لان انا عندي المنطقه اللي هي بتاعه السيتنج اريا والمنطقه بتاعه الانترنس زي ما اتفقنا او زي ما اتكلمنا في المشروع اللي هي المنطقه دي كلها، يبقى المنطقه دي هي واقع فين؟ يبقى واقع في اللايت هازارد، والمنطقه دي واقع في الاوردينري هازارد جروب 1. تمام. يبقى هنا هعمل اثنين كالكوليشن، الكالكوليشن الاولاني هيشوف الابعد عن الطولمبه، طبعا الابعد عن الطولمبه علشان خاطر اشوف كميه الهيد اللي هتطلع عندي قد ايه، والحاجه الثانيه بشوف الاعلى هازارد علشان خاطر نشوف كميه الفلو قد ايه، يبقى هنا بطلع من هنا هيد وفلو وهنا بطلع هيد وفلو، الاعلى فيهم يبقى هو ده اللي بصمم عليه ايه اللي بعمل عليه ديزاين للطولمب. طيب تاني ستيب بقى ان انا لازم اوجد عدد المين كنترول فالف، المين كنترول فالف. تمام. يبقى ده بحدده ازاي؟ يبقى هنا لو كان عندي السيستم بتاعي ويت سيستم، يبقى هنا الماكسيمم بروتكشن اريا باي 1 فالف او باي زون كنترول ستيشن، يبقى هي عباره عن 4831 متر مربع لللايت هازارد، والاوردينري 4831 متر مربع، ولو كان اكسترا هازارد او الخطوره العاليه يبقى 2323. لو نفتكر كده كان مساحه المشروع بتاعنا قد ايه؟ يبقى 726 متر مربع، وعلشان كده احنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا زون كنترول ستيشن واحده. تمام. طيب هندي مثال للقصه دهيت، بفرض ان عندي هنا المشروع ده لايت هازارد، تمام، والمساحه بتاعته 5000 متر مربع. تمام. ده مجرد مثال بس، يبقى بعيد عن المشروع بتاعنا اللي هو بتاع الريستوران، وبالتالي هنا بروح اقسم ال 5000 متر مربع على 4831 متر مربع، وبالتالي هنا عدد الزون كنترول ستيشن اللي انا لازم استخدمها في الدور ده يبقى هو 2. طيب يبقى هنا المساحه اللي بيدهاني ديت اللي هي مساحه الدور مش مساحه المبنى ككل، يبقى بتعامل مع كل دور كانه فاير اريا لوحديها او منفصله عن الثانيه. طيب لو كان عندك البري اكشن سيستم سنجل اور نون انترلوك، وشرحناهم قبل كده في المحاضرات السابقه ايه هو السنجل والنون انترلوك والدبل انترلوك، يبقى هنا لو كان سنجل اور نون انترلوك، لو تفتكروا كده معايا معلومه بسيطه خالص ان احنا كنا بنحط بري اكشن فالف، يبقى بيدهني الكود بير اف سبرينكلر، يبقى بيديني الف سبرينكلر، بس في شرط تاني اساسي قاله لي الكود برضو ان انا ما اتعداش المساحه اللي هي مدهاني اللي هي 4831. وبالتالي هنا لو كان عندي درجه الهازارد اللي هي لايت هازارد، تمام، يبقى اللي هي لايت هازارد، وقلنا ان عندي 1000 سبرينكلر، المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد قد ايه؟ يبقى 18.6 من 10، لو قلنا بالحسابات الحسابات اللي هي بتاعت البايب اسكيدول، يبقى المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد في اللايت هازارد 18.6، يبقى تلاقيها قد ايه؟ 18600 متر مربع. لا هنا بقى ما سابهالكش الدنيا مفتوحه الكود، لا حددها لك كمان بقيمه المساحه ديت، انك البرياكشن فالف الواحد لل في السيستم برياكشن اللي هو السنجل او النون انترلوك لا يتعدى برضو المساحه اللي بيحددها لي اللي هي 4831 متر مربع. وبالتالي هنا عدد برياكشن فالف لو كان سنجل اور نون انترلوك برياكشن سيستم يبقى هنا 2. طب لو كان دبل انترلوك او دراي سيستم، لا دي قصه ثانيه كبيرة شوية. تمام. هناخدها بالتفصيل ان شاء الله المحاضرة اللي جاية، بس عشان ايه ما نلخبطش نفسنا. تمام. طيب لو كان دليوج فالف، يبقى هنا بشوف المساحة التصميمية بتاعتي قد ايه، بروح اقسم المساحة الكلية على المساحة التصميمية، بيطلع لي عدد
ادي اليوز فالف اللي انا المفروض استخدمها في المكان ده. طيب في احيانا بيصمموا على اساس ان في ديلوج فالف واحد هيشتغل، وساعات في بعض التصميمات التانية لا بيحط مثلا تو سيتس او بيحط تو فالفز هيشتغلوا معايا في السيستم بتاعي، وبالتالي بيعمل عليه السايزنج بتاع الطولمب. برضو الخطوة دهيت اللي هي بتاعت الاير سبلاي دي خاصة بالدراي سيستم، هناخدها بالتفصيل المرة الجاية ان شاء الله. تمام، بعد كده بنيجي للديترمينيشن اوف ماكسيمم اريا اوف اوبريشن او الديزاين اريا. زي ما قلت لك الديزاين اريا او المساحه التصميميه اللي هي المساحه اللي بتضم عدد من الرشاشات على اساسها ان انا بعمل ديزاين او تصميم للطولمبه بتاعتي. طيب الاريا اوف سبرينكلر اوبريشن او الديزاين اريا لو كانت لايت هازارد يبقى المساحه التصميميه بتاعتي كان 1500 قدم مربع او 139 متر مربع. طب لو اوردينري هازارد برضه نفس القيمه 1500 قدم مربع او 139 متر مربع. لو كان اكسترا هازارد بتلاقي المساحه هنا عاليه شويه، لما بتعلى المساحه ديت او تكبر شويه مع المساحه اللي هي بتاعت الديزاين اريا معناه ان هو دخل عدد اكبر من الرشاشات، وبالتالي هنا علشان خاطر الخطوره هنا عاليه يبقى هنا بيدخل عدد اكبر من الرشاشات عشان يقدر يتحكم في الحريق او يسيطر على الحريق. برضو حكايه الدرايف بري اكشن سيستم خليها للمره اللي جايه ان شاء الله هناخدها بالتفصيل. تمام، بعد كده بحدد الموست ريموت اريا دهيت في المساحه الابعد عن الطولمبه علشان خاطر يطلع لي اعلى هيد موجود عندي. وبعد كده بكرر الحسابات مره ثانيه للاعلى هازارد في المشروع علشان خاطر اطلع قيمه الفلو ريت الاعلى اللي هصمم عليه الطولمبه او اللي هختار عليه الطولمبه. لو صادفني في مشروع كان نوع السبرينكلر اللي انا مستخدمه ايرلي سوبريشن فاست ريسبونس يبقى بختار اخر 12 سبرينكلر دون النظر للمساحات ديت، يبقى باخد اخر 12 سبرينكلر او ابعد 12 سبرينكلر عن الطولمبه، وبالتالي هم دول اللي بصمم عليهم ايه؟ اللي بصمم عليهم الطولمبه وماليش دعوه بايه؟ يبقى ماليش دعوه بالجدول ده. طيب بعد كده بعد هنكمل برضو على الجزئيه اللي هي بتاعت الديزاين اريا. انا دلوقتي عايز اعرف عدد الرشاشات اللي هيضمها المساحه التصميميه الموجوده عندي. تمام، يبقى زي ما موضح كده هنا كان في الكود ان هو واخد المساحه دهيت اللي هي الابعد عن الطولمبه. طب هتضم كام رشاش؟ يبقى دي مهمه خالص بالنسبه لي ان انا احدد كام رشاش على اساسهم يبقى هبدا اعمل الحسابات بتاعتي وعلى اساسهم هعمل المدخلات بتاعتي على برنامج الاليت. يبقى عشان احدد عدد الرشاشات اللي هي هتدخل معايا في الديزاين اريا او اللي هحسب عليها الطولمبه يبقى بتيجي من العلاقه دهيت، يبقى من الديزاين اريا يبقى بشوف المساحه التصميميه اللي هي موجوده عندي في الجدول اللي فات وبقسمها على المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد. تمام، يعني هنا بيقول لك كمثال لو كان عندي المساحه التصميميه 1500 قدم مربع وكانت مساحه التغطيه بتاعه الرشاش وليكن كانت ب 120 قدم مربع، يبقى هنا بيروح قاسم ل 1500 على 120 يبقى يطلع له 12.5 سبرينكلر، يبقى هنا بياخد قد ايه؟ يبقى بياخد 13 سبرينكلر في الديزاين اريا. طيب عايز اعرف ال 13 سبرينكلر دول هاخدهم كلهم على برانش واحد ولا هيبقوا متقسمين على عدد من البرانشات؟ تمام، يبقى هنا بحددها ازاي القصه دهيت؟ يبقى بتتحدد عدد الرشاشات على البرانش الواحد اللي هيدخل معايا في الديزاين اريا من خلال العلاقه دهيت اللي هي 1.2 في الجذر التربيعي للديزاين اريا على الاس. ايه هي الاس؟ اللي هي المسافه ما بين الرشاش والتاني على البرانش. وبالتالي هنا يبقى لو قلنا ان المسافه ما بين الرشاش والتاني 12 قدم، تمام، يبقى هنا 1.2 في الجذر التربيعي لل 1500 اللي هي الديزاين اريا على 12 قدم اللي هي مسافه ما بين الرشاش والتاني، وبالتالي يطلع عدد الرشاشات اللي موجوده عندي على البرانش الواحد قد ايه؟ يبقى 3.87 يعني حوالي 4 سبرينكلر. طيب وبالتالي هنا انا عندي 13 رشاش، يبقى هنا لما اقسم 13 على 4 يبقى يطلع كام برانش هيدخل معايا؟ تمام، يبقى المفروض ان هيدخل معايا 3 برانشات عشان يديني 12 سبرينكلر، والبرانش الرابع يبقى هاخد منه رشاش اللي هو رقم 13. يبقى هنا هاخد 3 برانشات، كل برانش هيبقى عليه 4 رشاشات، والرشاش الاخير اللي هو بتاع رقم 13 يبقى هاخده من البرانش اللي بعديهم علشان خاطر يدخل معايا في الديزاين اريا.
طبعا في ناس بدأت ايه بدأت تتوه مني كده في الخطوات بتاعة الحسابات، لكن متقلقش ان شاء الله ايه يبقى نمشيها واحدة واحدة، وهوري لك القصة دي بالتفصيل على المشروع، وهنعمل برضو سمري او ملخص للقصة بتاعة الحسابات دي مرة تانية. في قصة تانية بيقول لك لو كان السبرينكلر بتاع كويك ريسبونس، لو تفتكروا كده في اول المحاضرات خالص لما شرحنا الريسبونس بتاع الرشاشات ان هو استجابته عالية او استجابته عادية او استجابته ستاندرد، قلنا ان هي عبارة عن الرشاش نفسه بيضرب في مدة زمنية قد ايه. فلو كان عندك الرشاش ده كويك ريسبونس، هنا بيديني الكود سماحية تمام ان انا اعمل ريدكشن في الديزاين اريا، يعني بدل ما هي 1500 متر مربع لا او 1500 قدم مربع، بيقول لي على حسب ارتفاع السيلنج انت ممكن تعمل ريدكشن في المساحة التصميمية دهية، وبالتالي هنا بتقلل من عدد الرشاشات اللي داخل عندك، وبتقلل من الفلوريت اللي طالع اللي هو محسوب ليه الطلمبة، بس دهيت بشرط اساسي ان هي تبقى لويت سيستم، يبقى السيستم بتاعي يكون رطب. والحاجة التانية الارتفاع بتاع السيلنج لا يزيد عن 6 متر. القصه ديت ما بنعملهاش كتير في الديزاين، يبقى دايما انا بمشي في اللي هو السيف سايد، يبقى هنا بمشي دايما او بسيف نفسي دايما في المشاريع، يبقى ما بعملش اللي هو قصه ايه قصه الاريا ريدكشن اللي سامح لي بيها ايه اللي سامح لي بيها الكود، يبقى دايما ان انا باخد المساحه التصميميه اللي بتطلع عندي او الموجوده عندي في الجداول، وعلى اساسها بصمم الطلمبه بالفلوريت بتاعي اللي بحسب. ده اللي هو التشارت اللي قلت لك عليه اللي هو بتوجد من خلاله اللي هو discharge density او اللي هي كميه الميه بالنسبه لوحده المساحات، علشان خاطر تعمل سيطره او تحكم في الحريق اللي ممكن يحصل في المكان ده. طيب فهنا مديني كذا كيرف، الكيرف ده اللي هو اللايت ده اوردينري جروب 1 ده جروب 2 ده اكسترا هازارد جروب 1 ده اكسترا هازارد جروب 2. فنلاقي هنا المساحة التصميمية اللي هي 1500 والوحدة بتاعتي اللي هي قدم مربع، يبقى هنا الدنسيتي الوحدة بتاعتي جي بي ام لكل قدم مربع، يبقى هي كمية مياه يبقى او كمية فلو بالنسبة لوحدة المساحات، يبقى جي بي ام على قدم مربع يبقى قد ايه؟ يبقى 1/10 جي بي ام لكل قدم مربع، يبقى هي دي الدنسيتي لللايت هازارد. طيب الاوردينري يبقى 15/100 ده اللي هو جروب 1، الاوردينري جروب 2 يبقى 2/10 جي بي ام لكل قدم مربع. هتلاحظ ان كل ما بعلى بالهازارد بيحصل ايه؟ يبقى بزود من كميه الفلو او كميه المياه اللي بنزلها على وحده المساحات الموجوده عندي في المكان، علشان خاطر اقدر اعمل سيطره على الحريق او اقدر اتحكم في الحريق. هتلاقي المساحه التصميميه بتاعه الاكسترا هازارد اللي هي 2500 قدم مربع او ما يعادل اللي هو 232 متر مربع، وبالتالي الدنسيتي لاكسترا هازارد جروب 1 هتلاقيها 3/10 جي بي ام لكل قدم مربع، وجروب 2 بيبقى 4/10 جي بي ام لكل قدم مربع. الشارت ده ناخد بالنا من القيم بتاعته لان هي مهمه جدا بالنسبه لي في المدخلات اللي هي خاصه ببرنامج الاليت. بعد كده بحسب اللي هو السبرينكلر فلو ريت، يبقى انا عايز احسب كميه الفلو اللي هي تطلع من الرشاشات. في طريقتين، احداهم بتطلع قيمه اقل شويه من الثانيه. يبقى الطريقه الاولانيه بيقول لي ان كيو واحد مثلا يبقى بتساوي ايه؟ يبقى بتساوي الدنسيتي اللي هي طلعت عندي في التشارت اللي فات اللي هي وحدتها جي بي ام لكل قدم مربع مضروبه في الاريا اوف اوبريشن او الديزاين اريا اللي احنا زي ما اتفقنا اللي هي 1500 قدم مربع او 139 متر مربع لللايت والاوردينري و232 متر مربع للاكسترا هازارد. فلو ضربت انت الجي بي ام لكل قدم مربع في القدم مربع يبقى هيفضل ايه؟ هيفضل اللي هو جي بي ام، يبقى جي بي ام ده اللي هو خاص بالسبرينكلر. في طريقه ثانيه بتطلع لك قيمه اقرب شويه من الحسابات اللي هي بتاعت برنامج الاليت، والطريقه دي اللي انا بستخدمها عامه في الحسابات بتاعتي لما بحسب بطريقه مانيوال، ان انا بقول والله ان الكيو بتاعت السبرينكلر او الفلوريت بتاع السبرينكلر بيساوي الفلو بير سبرينكلر، يبقى هنا بحسب الفلو للرشاش الواحد وبضربه في عدد الرشاشات الموجوده عندي في الديزاين اريا. طيب العدد الرشاشات بتاعت الديزاين اريا زي ما اتكلمنا في السلايدات اللي فاتت ان انا بحدد من خلال الديزاين اريا اللي هي المساحه التصميميه مقسومه على الاريا بير سبرينكلر، يبقى على مساحه ايه؟ الرشاش الواحد. يعني لو فرضنا مثلا ان كانت درجه الهازارد بتاعتي اللي هي لايت هازارد،
يبقى الديزاين اريا قد ايه؟ يبقى هتلاقيها 139 متر مربع. طيب المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد قد ايه؟ يبقى 18.6. فتلاقي عندك هنا عدد الرشاشات المفروض يدخل عندك في الديزاين اريا يبقى 7.47، يبقى هنا حوالي 8 رشاشات. طيب لو كان اوردينري هازارد يبقى هنا 139 متر مربع، المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد اللي هي 12.1، فتلاقيها هنا 11.5 رشاش، يعني حوالي 12 رشاش وهكذا. وبعد كده بوجد الفلو بير سبرينكلر من خلال العلاقه اللي هي ك في جذر بي. الكي قلنا اللي هو الكي فاكتور، واللي بيدخل العامل الاساسي فيه اللي هو القطر بتاع السبرينكلر نفسه. بالنسبه للسبرينكلر الستاندرد بيبقى الكي بتاعتي 5.6. بعد كده في جذر البريشر. ايه البريشر ديت؟ اللي هي بنسميها الريزيدوال بريشر. الوحده بتاعتي هنا جي بي ام، والوحده بتاعت البريشر اللي هي البي اس اي. طيب قيمه الريزيدوال بريشر ديت هنعرفها في السلايد اللي جاي ان شاء الله، ان هو بيتوقف على درجه الهازارد. تمام، ده لو انا بحسب بطريقه مانيوال، او لو انا بدخل الحسابات بتاعتي على الاليت او برنامج الاليت، يبقى هنا بدخل الريزيدوال بريشر ديت بقيمه قد ايه؟ ب 7 بي اس اي. طيب بعد كده اللي هو اتكلمنا عنه اللي هو الهوز ستريم الاونس. الهوز ستريم الاونس زي ما قلنا ان هي عباره عن سماحيه او اضافه بيزودها لي الكود على الفلو بتاع السبرينكلر علشان خاطر اعمل سايزنج للطلمبه بقيمه اكبر، بحيث ان لو اشتغل عندي رشاشات يبقى بيسمح لي ان انا اقدر استخدم كابينه من الكباين اللي هي ايه؟ اللي هي الواحد بوصه اللي هي فيرست ايد، اللي هي بتاعه الاوكيبانتس او بتاعه الناس اللي شغالين المكان. طيب فبيقول لي والله هنا لو كان عندك درجه الهازارد لايت هازارد، يبقى هنا عندك الكباين دي، هل هي كباين داخليه ولا كباين داخليه وخارجيه؟ يبقى هنا توتال كومبايند انسايد اند اوتسايد هوز، ولا انسايد هوز؟ يبقى انسايد هوز اللي هي كباين بتاعه الفيرست ايد، تمام، يبقى كباين داخليه اللي هي الفاير هوز ريل. تمام، فقال لك قيمتها 0 او 50 او 100. يعني ايه يعني 0 او 50 او 100؟ يبقى 0 لو ما فيش ولا كابينه عندك في المشروع، 50 لو في كابينه واحده، 100 لو في اكتر من كابينه. تمام، يبقى 0 ما فيش كباين خالص داخليه في المبنى، 50 في كابينه واحده، تمام، 100 يبقى في اكتر من كابينه داخليه موجوده عندي في المبنى. تمام، بعد كده توتال كومبايند انسايد اند اوتسايد هوز بضيفها امتى؟ يبقى بضيفها في حاله وجود ايه؟ يبقى في حاله وجود فاير هايدران او عسكري حريق موجود عندي فين؟ يبقى موجود عندي خارج المبنى. يبقى هنا اللي بيشترطها هنا الكود ان انا امتى باخد القيمه اللي هي 100 او 250 او 500 على حسب درجه الهازارد. يبقى اف ذا فاير سيستم كونكتد تو سيتي مين، يبقى متوصل على ميه البلديه، تمام، فبتزود كميه الميه بمقدار دوت، او الحاله الثانيه ودي اللي بتصادفنا كتير خالص، ان انا بيبقى في عسكري حريق موجود عندي خارج المبنى. يبقى لو في عسكري حريق يبقى بضيف ايه؟ بضيف 100، لو اوردن الهازارد يبقى 250، لو اكسترا هازارد يبقى ايه؟ يبقى 500. وبالتالي هنا الفلو بتاع الطلمبه هيساوي الفلو بتاع السبرينكلر اللي احنا حسبناه في الخطوه رقم 6 زائد الهوز ستريم الاونس اللي هو حسبناه في الخطوه رقم 7. بعد كده بيديني حاجه اللي هي بتاعه الديوريشن. الديوريشن المفروض الميه او الطلمبه تفضل شغاله معايا في ان هي تخرج المياه بالفلوريت اللي انا مصمم عليه لمده قد ايه؟ يبقى لو كان لايت هازارد بيبقى 30 منت، يبقى حوالي نص ساعه. لو كان اوردن هازارد بيبقى من 60 ل 90، دايما بناخدها او بنصممها على اللي هو ال 60 عشان السايز بتاع الطلمبه، وكذلك السايز قصدي بتاع التنكات ما يكبرش معايا. والاكسترا هازارد اللي هو 90 ل 120. والقيم ديت انت باخدها الاقل او الاكبر طبعا وفقا لاذا كان الدفاع المدني نفسه قريب او بعيد من المكان، هيقدر يوصل للمكان بسهوله ولا لا. تمام، يبقى بيدخل معايا عوامل كتير على اساسها بحدد ايه اللي هو ايه؟ اللي هو حجم او اللي هو الديوريشن او الزمن اللي لازم ان الطلمبه تفضل شغاله معايا باستمرار. لكن في العادي بناخد 30 او 60 او 90 وفقا لدرجه ايه؟ وفقا لدرجه الهازارد. بعد كده يبقى خلاص الخطوه رقم 8 او الستيب رقم 8، يبقى اكوردنج تو ان اف بي 13، يبقى هنا الكيو بتاعت البامب المفروض ان هي هتساوي الكيو بتاعت الرشاشات
موجود عندي. زاد ايه؟ زاد الهوز اللاونس اللي هو خاص بالكباين بتاعت الفيرست ايد او المساعده الاوليه الموجوده عندي في المبنى. ايه بقى مجموع الاثنين ده بيديني فلوريد بتاع ايه؟ بتاع الطلمبه. يبقى احنا قدرنا كده بالصوره ديت ان احنا نحدد الكيو بتاعت ايه؟ بتاعت الطلمبه بتاعتنا من خلال الفلوريد بتاع الرشاشات والهوز اللاونس اللي اتكلمنا عنها. بعد كده المفروض ان انا بحسب البامب هيد، تمام؟ البامب هيد اللي هو الضغط بتاع الطلمبه اللازم لتشغيل السيستم، وبيتكون من 3 حاجات اساسيه. ايه هما؟ اللي هو الاستاتيك هيد، الحاجه الثانيه ريزيدوال هيد، واخر حاجه اللي هي الفريكشن لوسز. طيب الاستاتيك هيد اللي هو عباره عن ايه؟ يعني لو تخيلنا ان انا عندي مصدر ميه بالشكل ده وعايز ارفعه لمكان تاني، يعني انا عندي تانكين مثلا، التانك ده مثلا فوق الارض والتانك ده على السطح، وبالتالي هنا انا محتاج من الطلمبه ديت ان هي تسحب الميه من التانك اللي على المستوى المنخفض وترفعه على المستوى العالي، وبالتالي هنا التوتال استاتيك هيد اللي هو الفرق ما بين ايه؟ يبقى الفرق في الارتفاع او الفرق في المنسوب، لان هنا عندي التانك هنا ده عباره عن بوزيتيف سكشن هيد، هنا مستوى اعلى من السنتر لاين بتاع الطلمبه، وبالتالي هنا السكشن بتاع الطلمبه موجب. وبعد كده عندي اللي هو الديستشارج، الاستاتيك ديستشارج هيد اللي هو الهيد اللي هترفع من السنتر لاين بتاع الطلمبه لحد التانك. الفرق ما بين الاثنين ده هيديني اللي هو التوتال استاتيك هيد، يبقى ده اللي هو الفرق ما بين ده والارتفاع ده اللي هو بيديني الهيد اللازم من الطلمبه ان هي ترفع الميه من المستوى المنخفض للمستوى العالي. هنا ده بنسميه نيجاتيف سكشن هيد، ان الطلمبه نفسها بتسحب من مستوى منخفض وليكن مثلا تانك تحت الارض والطلمبه مثلا موجود عندي فوق على سطح الارض وبترفع للتانك اللي موجود عندي على السطح، يبقى مطلوب من الطلمبه ان هي ترفع التوتال هيد اللي هو الفرق في المنسوب ما بين التانكين، التانك ده والتانك ده، تمام؟ يبقى هنا عندي اللي هو الاستاتيك ديستشارج هيد وده اللي هو الاستاتيك سكشن ليفت، وبالتالي هنا مجموع الاثنين هو ده اللي بيديني التوتال استاتيك هيد المطلوب من الطلمبه ان هي ترفعه. وبالمناسبه ان القصه بتاعت النيجاتيف سكشن هيد او ان الطلمبه بتسحب من مستوى منخفض بيبقى لها اشتراطات خاصه بالطلمبه اللي هي ليها علاقه بالنت بوزيتيف سكشن هيد، ان المفروض ان الطلمبه ما تبعدش بقدر كبير عن مستوى الميه، وفي حدود اللي بيسمح بيها المصنع علشان خاطر نبتعد عن قصه الكافيتيشن او قصه التكهف للطلمبه. على كل، يبقى الاستاتيك هيد يبقى هو الفرق في الارتفاع، يعني عندي مثلا في الرسمه بتاعتنا طبعا الماسوره دي جايه من تحت الارض، جايه من بامبرو موجوده عندي تحت الارض، تمام؟ هترتفع لمستوى معين، يبقى هنا الميه هضخها من مستوى تحت الارض لحد ما اوصل للرشاش الموجود عندي، اللي موجود عندي في الهاي ليفل في المبنى بتاعي، تمام؟ الارتفاع ده حوالي قد ايه؟ يبقى تقريبا حوالي 6.5 متر، او حوالي هنا لو قلنا او طرحنا السلاب بتاعت الخرسانة، تمام؟ السلاب بتاعت الخرسانة 20 سنتي، يعني حوالي مثلا هنقول 6 متر، وفي 3 متر تحت الارض، يعني حوالي 9 متر. يبقى هنا الاستاتيك هيد تقريبا قد ايه؟ يبقى 9 متر، يبقى يعادل تقريبا 9 من 10 بار، تمام؟ يبقى هنا اخد بالي ان كل 1 بار يعادل عمود من المية يساوي طوله 10 متر، يبقى يعادل 10 متر ووتر كولوم، تمام؟ وبالتالي هنا لو قلت ان الارتفاع اللي برفع بيه من مستوى اللي هو الطلمبة، تمام، لحد ما اوصل للرشاش 10 متر، يبقى كده انا محتاج استاتيك هيد مقداره قد ايه؟ يبقى مقداره 1 بار. طيب نيجي بعد كده لقصة الريزيدوال هيد. ايه الريزيدوال هيد؟ بنسميه الضغط المتبقي او الضغط اللازم لتشغيل الديستشارج ديفايس الموجود عندي اللي هو مثلا الرشاش. يبقى انا محتاج عشان خاطر اشغل الرشاش هيد قد ايه؟
يبقى الريزيدوال بريشر او الريزيدوال هيد للسبرينكلر بيحدده لي الكود اللي هو ان اف بي 13 شابتر 11. بيقول لك لو كان لايت هازارد يبقى هنا المينيمم ريزيدوال بريشر هيد يبقى قد ايه؟ 15 بي اس اي او 1 بار. ولو كان اوردينري هازارد بيبقى 20 بي اس اي او 1.4 من 10 بار. تمام، يبقى قصة الريزيدوال هيد ديت هتفيدني بايه؟ يبقى هتفيدني في السلايدات الاولانيه لما انا بشرح القصه بتاعت الفلوريد بتاعت السبرينكلر، قلت لك انك بتحددها من خلال اللي هو الكي جذر البي. تمام، يبقى كي جذر البي، يبقى هنا البي باخدها من خلال الجدول ده. يبقى لو كان لايت هازارد يبقى هنا الريزيدوال بريشر بتاعي ب 15 بي اس اي، في الاوردينري هازارد بيبقى قد ايه؟ بيبقى 20 بي اس اي. اعوض في المعادله يبقى طلعت الكيو بتاعت ايه؟ بتاعت الرشاش الواحد. طيب القيمه دي لو انا بدخلها في الحسابات بتاعت الاليت يبقى المفروض ان هي تطلع لي قد ايه؟ يبقى تطلع لي 7 بي اس اي. يبقى انا لو بدخلها في الحسابات الهيدروليكيه الخاصه بالبرنامج بتاع الاليت او الحسابات الهيدروليكيه بالطريقه المانيوال وهنعرفها قدام ان شاء الله، يبقى بدخلها القيمه بتاعت الريزيدوال بريشر بتاعت الرشاش قد ايه؟ 7 بي اس اي. بعد كده اخر عامل من العوامل اللي بحسب منها اللي هو البامب هيد اللي هي الفريكشن لوسز. والفريكشن لوسز دهيت بتنقسم لحاجتين. الفريكشن لوسز يبقى اللي هي مجموعه الفواقد الموجوده عندي في السيستم، وبتنقسم الى الفريكشن داخل المواسير، وبتنقسم لي كذلك اللي هو اللوسز الناتجه عن الفيتنج الموجوده عندي سواء كان صمامات او كعان او تيهات موجوده عندي في السيستم. يبقى دي كلها معوقات موجوده عندي في السيستم بتواجه الفلو وبتعمل دامبنج للبريشر، يبقى المفروض الطلمبه تتغلب على مجموع الفريكشن لوسز. ازاي بنقدر نحسب الفريكشن لوسز؟ يبقى بتتحسب من خلال معادله اللي هي بتاعت الهازن ويليامز. هازن ويليامز فورمولا اللي هي بيقول لي ان الفريكشن ريزيستنس او الفريكشن لوسز اللي هتطلع عندي والوحده بتاعتها بي اس اي لكل قدم طولي من الماسوره، يبقى لوحده الاطوال من الماسوره هيساوي 4.52 من الكيو، يبقى الفلو اللي هيمشي في الماسوره اس 1.85 من 100. يبقى هنا اس 1.85 من 100 الكيو اللي هي الفلو بالجي بي ان على السي. السي اللي هو فريكشن لوس كوفيشنت. تمام، والفريكشن لوس كوفيشنت ده بيختلف على حسب نوع الماتيريال، هل هي بلاك ستيل ولا جلفرنجد ستيل ولا يو بي في سي ولا. يبقى هنا على حسب نوع الماتيريال بيبقى قيمه السي دي هي بتختلف من ماتيريال للثانيه. اس 1.85 في الدي اس 4.87، الدي اللي هي الاكشوال انترنال دايمتر اوف بايب او اللي هي قطر الماسوره اللي هيمشي فيها الفلو. يبقى من خلال المعادله دهيت بيقدر يحسب اللي هو الفريكشن بالبي اس اي لكل وحده الاطوال للماسوره. زي ما قلت لك ان اللوسز دهيت بتنقسم لحاجتين اللي هي الاحتكاكات او الفريكشن داخل المواسير، والجزئيه الثانيه اللي هي خاصه بالفيتنج اللي هي الاكواع او التيهات او الفالفات او الصمامات اللي بتقابلني في السيستم بتاعي. طيب عشان خاطر اقدر احدد قيمه اللوسز من المعادله بتاعت هازن ويليامز دهيت يبقى لازم احدد طول. يبقى انا قدرت ان انا احدد الفلو والسي على حسب الماتيريال وكذلك الدايمتر، يبقى هيطلع لي هنا لوسز بالبي اس اي بس لكل وحده ايه؟ يبقى لوحده الاطوال من الماسوره. يبقى عشان خاطر اطلع الفريكشن الكلي يبقى لازم لي ايه؟ يبقى لازم اطلع اللي هو طول المواسير. طيب طول المواسير دهوت انت هتحسب طول المواسير العادي، يبقى هنا بتحسب اطوال المواسير بشكل عادي او بصوره عاديه. اما الفيتنج بقى بتتحول لحاجه ثانيه اسمها ايكويفالنت لينز، يبقى بتتحول لحاجه ثانيه اسمها ايه؟ ايكويفالنت لينز. يعني بشوف الفيتنج دهيت تعادل في اللوسز بتاعها كام متر طول من المواسير. تمام، القصه دي بيحددها ايه؟ يبقى بيحددها برده جدول موجود عندي في ان اف بي 13 الشابتر 23. تمام، فبيقول لي مثلا لو كان عندك الكوع 45 تمام بيختلف على حسب السايز، يبقى هنا الايكويفالنت لينس بتاعه هنا
دي الفيت واحد، وانما بين القوسين دوت اللي هو المتر، تمام. كذلك الامر ادي 1 انش، يبقى هنا هتلاقي 1 قدم، وما بين القوسين اللي هو 3 من 10 متر. المفروض ان انا بشوف عدد الفيتنج الموجوده عندي في السيستم، وبالتالي هنا بروح مجمعها كاطوال او كايكويفالنت لينس للطول بتاع الماسوره، وبالتالي بحصل على التوتال لينس، ومن التوتال لينس ده اقدر اضربه في الفريكشن اللوس اللي طلع من المعادله بتاعت هازن ويليامز، وبالتالي اطلع قيمه الفريكشن لوسز بالكامل. القصه ديت بيوفر عليك فيها جهد كبير جدا، اللي هو برنامج الاليت، لانك بمجرد بس انت بتختار اللي هو نوع الفيتنج، فهو بيحسب اوتوماتيك الايكوفالنت لينس، وبيجمعها على اطوال المواسير اللي انت بتدخلها، وبالتالي بيحسب لك ايه؟ بيحسب لك الفريكشن لوسز، او بيحسب لك اللوسز الموجوده عندك في السيستم. طيب اخر حاجه بقى موجوده معانا اللي هي التانك سايزنج. ازاي ان انا بحسب حجم التانك اللازم لتشغيل السيستم؟ يبقى بقول ان التانك فوليوم بيساوي ايه؟ يبقى بيساوي التوتال فلو ريت بالجي بي ام في الديوريشن بالمينت، تمام. يبقى هنا التوتال فلو ريت اللي هو الديماند بتاع الرشاشات، طبعا بالاضافه للوز اللونس، تمام. فبيطلع لي اللي هو الفلو ريت بتاع الطلمبه، بضرب في مده زمنيه اللي هي قلنا اما بتبقى 30 او 60 او 90 وفقا لدرجه الهازارد. لما بضرب الاثنين في بعض بيروح مطلع لي ايه؟ مطلع لي حجم الووتر او حجم الميه الموجود عندي في التانك اللي هي الافكتيف فوليوم، تمام. بزود مثلا واحد وربع في واحد وربع في المية، او بزود 125% من الحجم بتاع الووتر ده، علشان خاطر بيبقى اسيب سماحيه لتركيب العوامات وتركيب الوصلات الخاصه بالتانك ده. ملخص القصه بتاعت الحسابات اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايدات اللي فاتت كلها، تمام. ان عندي الكالكوليشن، اما ان انا بحسبها بطريقه مانيوال. الطريقه المانيوال دهيت هي بس ايه؟ حاجه سريعه كده، يبقى بطريقه سريعه كده بقدر احسب اللي هي بصوره مبدئيه الفلو والهيد بتاع الطلمبه اللي انا محتاجهم في المشروع ده. عايز بعد كده بعمل حسابات هيدروليكيه، ان انا بحسب القصه دهيت بالظبط بدقه عاليه، تمام. يبقى بعمل اللي هو الهيدروليك كالكوليشن، تمام. بيتم ازاي دوت؟ يبقى عن طريق حاجه مانيوال، او عن طريق البرنامج بتاعنا اللي هو الاليت او الاليت سوفت وير، تمام. يبقى نشوف الاول حاجه اللي هي الطريقه المانيوال، ان انا ازاي بحسب الطريقه دهيت بطريقه مانيوال. ان انا زي ما قلت لك ان الكيو بتاعت السبرينكلر بقول ان هي فلو بير سبرينكلر، يبقى الفلو للرشاش الواحد في عدد الرشاشات الموجوده عندي في الديزاين اريا، وعدد الرشاشات في الديزاين اريا بيساوي الديزاين اريا على المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد. والفلو بير سبرينكلر بيتحسب من خلال اللي هو كي جذر البي. وبعد كده بشوف الهوز اللونس، عدد الكبائن الداخليه، هل في عسكري حريق بره ولا لا. بعد كده بحسب اللي هو الكيو بتاعت البامب. فكده الكيو بتاعت الطلمبه او الكيو بتاعت البامب يبقى بتساوي اللي هي كيو 1 زائد الكيو 2 اللي هي الفلو بتاع السبرينكلر زائد اللي هو الهوز اللونس، والبامب هيد يبقى بيساوي الاستاتيك زائد الريزيدوال زائد الفريكشن لوسز. واحنا لما بنيجي نحسب كده بصوره مبدئيه للطلمبه بناخد الفريكشن لوسز ديت ما بين 1 ل 2 بار. طبعا القيم دهيت مش كودد، لكن نتيجه ان احنا اشتغلنا كتير في مشاريع او من خلال الخبره، يبقى هنا بتقع الفريكشن لوسز على حاجه على حسب حجم السيستم ما بين 1 الى 2 بار. وبعد كده بنحسب البامب بار، يبقى بتساوي الكيو بتاعت الطلمبه في الهيد مقسومه على 3960 في الافشنسي اللي هي الكفاءه بتاعت الطلمبه، والكفاءه بتاعت الطلمبه دهيت بتبقى حوالي 65%. والكيو بتاعت البامب دهيت بالجي بي ام، والهيد ده عندي بالمتر. ده بالنسبه للطريقه المانيوال. الطريقه الثانيه اللي هي بالحسابات الهيدروليكيه، ده بيتم عن طريق او بشكل مانيوال.
ان هو واخد نفس الكريتيريا بتاعت البرنامج، بس بيحسب كل حاجة بقى بصورة يدوية، وعلشان خاطر اعمل الحسابات الهيدروليكية سواء بطريقة مانيوال او عن طريق اللي هو برنامج الاليت، لازم اعمل حاجة او اعمل رسمة بنسميها الايزومتريك، ان انا بشوف حركة المواسير من اول الطولمبة لحد ما اوصل للموست ريموت اريا او الديزاين اريا بتاعتي في صورة ايزومتريك، علشان خاطر احدد النودز اللي انا هحطها، واحط الاقطار والابعاد والمسافات اللي هي خاصة باطوال المواسير، علشان اقدر ادخلها بعد كده على البرنامج او احسبها بالطريقة المانيوال اللي هنشوفها مع بعض. ده مثلا بيبقى فورمة كده بتتعامل برضو للحسابات اللي هي الهيدروليكية، بس بطريقة مانيوال مش بطريقة اللي هو البرنامج بتاع الاليت، ان هو بيجي ياخد اخر رشاش، يبقى بيشوف ابعد رشاش قد رقمه قد ايه، او الرقم النود بتاعته قد ايه، وبعد كده بيشوف الماسورة اللي هتوصل له اللي هي مثلا من 34 ل 35، والنود رقم 35 دهيت اللي هي الرشاش نفسه. دايما في الحسابات الهيدروليكية سواء كان بالإليت او بالطريقة المانيوال، دايما بيعرف الماسورة بنقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية. نقطة البداية والنهاية دهيت اللي هي بنسميها ايه، يبقى بنسميها النود، تمام. بعد كده بيقول ان الكيو المفروض تبقى عند السبرينكلر ده 25 جي بي ام. طب حددها منين 25 جي بي ام؟ تمام، الحسابات الهيدروليكيه دي تاني مش خاصه بالمشروع بتاعنا، لا دي خاصه بمشروع تاني، بس انا بوري لك بس الطريقه المانيوال دي بتتعمل ازاي. فبيجي عند اخر الرشاش بيقدر يحسب الكيو بتاعت السبرينكلر من خلال العلاقه اللي هي دي، ان كيو بتساوي كي جذر التربيع للبي. طبعا واضح من الحسابات الهيدروليكيه اللي هي معموله في الشيت دوت ان درجه الهازارد بتاعتي اللي هي اوردينري هازارد، وبالتالي هنا بيحطوا قيمة الكي 5.6، وجذر التربيع للبريشر اللي هو 20 بي اس اي، وبالتالي يقدر يطلع الكيو بتاعة السبرينكلر اللي هي 25. طيب بعد كده بيروح يحسب بعد كده اطوال المواسير، بيشوف طول الماسورة قد ايه لغاية الرشاش، وبعد كده بيشوف الفيتنج قد ايه، تمام. يبقى الفيتنج في هنا كوع 90، السايز بتاع الماسورة قد ايه، وبعد كده الالبوت ساند هوت من خلال الجدول اللي احنا شفناه اللي هو بتاع الايكويفالنت لينس اكوردنج تو السايز بتاعه، بيطلع اللي هو ايه الايكويفالنت لينس للكوع 90، بيجمع الاثنين على بعض بيطلع اللي هو التوتال لينس للماسوره بالفيتنج اللي عليها، وبعد كده بيعوض في المعادله اللي هي بتاعت هازن ويليامز، فبيطلع قيمه الفريكشن. وبعد كده بيروح ايه يبقى هنا بيقول ان في عندي ريزيدوال بريشر اللي هو ايه ريزيدوال بريشر اللي هو ال 20 بي اس اي، تمام. بيضيف له اللي هو الفريكشن لوسز اللي هي 197 من 1000، تمام. وبعد كده بيضيف اللي هو الاليفيشن، تمام. القيمه بتاعت الريزيدوال والقيم دي كلها بيروح مجمعها للي هو التوتال، تمام. يبقى التوتال بريشر، وبعد كده يبقى بنفس السيكونس او بنفس الترتيب يبقى بياخد بعد كده النود اللي بعديها والسبرينكلر اللي بعده ان هو بيضيف عليه الفريكشن، يبقى بيمشي من الاخر للاول، يبقى بياخد ريزيدوال بريشر بتاع السبرينكلر الاخير، بعد كده بيضيف عليه الفريكشن لوسز اللي هي او اللوسز اللي هي ناتجه للاحتكاكات وللفيتنج موجوده على الماسوره، بيجمع الاثنين على بعض يبقى هو ده اللي هو المفروض البريشر اللي يتوفر عند بدايه الماسوره اللي هي هتوصل على الرشاش، وبعد كده بيروح يكمل بعد كده على الماسوره اللي بعديها برضه بيضيف لها الفريكشن لوسز، وبيضيف لها اللي هو الريزيدوال بريشر اللي هو محتاجه، وهكذا بنفس السيكونس ده. طبعا عشان تحسب القصه دي كلها بطريقه مانيوال يعني حاجه ممله وبتاخد وقت كبير جدا، القصه ديت بيوفرها لي او بيقدر يحسبها وبدقة عالية جدا اللي هو برنامج الاليت. اللي هو برنامج الاليت بيقدر يحسب القصة دهيت بالكامل، ان هو بيوفر لي ان هو يحسب الفريكشن لوسز للمواسير وللفيتنج بالكامل. طيب تعالى نحسب كده بطريقة مانوال للمشروع بتاعنا. نشوف عدد الرشاشات اللي موجود عندي في الديزاين اريا،
وبعد كده هنحدد اللي هي الفلوريت بتاع السبرينكلر، وهنشوف اذا كنا هنضيف هوز الاونس ولا لا. وبعد كده هنشوف البامب هيد، هنحط القيم دهيت، ونبدا بعد كده ايه لما نعمل ايزومتريك ونبدا نعمل الحسابات الهيدروليكيه هنقارن القيم دي مع بعضها. يبقى هنا عايز احسب الرشاشات بتاعتي اللي هي في الموست ريموت اريا، فهبص على ان اكتر رشاشات هتاخد ضغط وفلو، تمام، اللي هي رشاشات اللي هي السايد وول. طب عرفت منين ان هي السايد وول؟ طب يبقى دي اللي هي هاخدها الموست ريموت اريا اللي هي الابعد عن الطلمبة، ده مره، تمام، يبقى هي وقع في اللايت هازارد. وبعد كده هعمل حسابات مره تانيه للجزئيه اللي هي بتاعت المطبخ اللي هي الاوردينري هازارد جروب 1. طيب عايز اشوف المساحه التصميميه اللي انا هاخدها هتضم كام رشاش، اقدر احددها ازاي؟ زي ما قلنا ان انا بحددها من خلال ان انا بشوف الديزاين اريا قد ايه، بقسمها على المساحه اللي بيغطيها الرشاش. لو تفتكروا كده السايد وول دهوت طبعا النوع بتاعه اكستندد كفرج، وجبناه بعد كده من الكتالوجات وشفنا الفلو بتاعه والبريشر اللي لازم لتشغيل. طيب فنيجي نعمل ايه؟ هنعمل جدول اهو بس عشان نلخص فيه القيم اللي هتطلع معايا. جدول بسيط كده، تمام، ده مره هنحسب للجزئيه بتاعت ايه بتاعت اللايت هازارد، ومره تانية هنحسب زي ما قلت لك هنحسب للكوميرشال كيتشن. طبعا ده بصوره مبدئيه او بصوره يدويه بنقدر من خلالها نحدد القيمه التقريبيه للفلو والهيد بتاع الطلمبه، يبقى ده اوردينري هازارد. طيب في البدايه خالص يبقى هنا بنقول والله ديزاين اريا بتاعتي بتساوي ايه؟ يبقى بتساوي 1500 قدم مربع او 139 متر مربع. طيب الحاجة التانية عايز ايه؟ اشوف اللي هو السبرينكلر بروتكشن اريا. السبرينكلر اريا هل هنا ده بيحددوا لي الكود؟ طبعا هنا بالنسبة للسايد وود زي ما قلت لك ده اللي هو الاكستندد كفر احنا جبناه من كتالوجات، تمام، اللي هو الكتالوج ده لو تفتكروا معايا كده. يبقى هنا المساحة بتاعت التغطية بتاعته قد ايه؟ 4.9 في 4.9، تمام، يبقى ده اللي هو الكفرج اريا بتاعت الرشاش بتاعي. بيحتاج كام جي بي ام؟ يبقى 26 جي بي ام، وعلشان خاطر يشتغل يبقى لازم له 22 بي اس اي او ما يعادل 1.5 بار، تمام. يبقى ده طلعناه من الكتالوج لان هو خاص بالرشاش اللي احنا استخدمناه في المشروع ده. لو كان الرشاش بتاعي ستاندرد يبقى خلاص ايه هنمشي بالكي بتاعته اللي هي 5.6، وهنمشي بالجي بي ام ان احنا بنقدر نحسبه من خلال اللي هو الريزيدوال بريشر اللي بيحددها لي الكود. لكن هنا طالما الكتالوج ده اللي احنا استخدمناه مع الاكستندد كفر يبقى هنا ناخد قيم البريشر وناخد قيم الجي بي ام والاريا بتاعته اللي هي 4.9 في 4.9 من 10 متر. طيب لما احسب كده يبقى هنا بروح اجيب اهو كالكوليتور، يبقى هنا 4.9 في 4.9 يطلع قد ايه؟ 24 متر مربع. يبقى هنا قول والله ان هو بيساوي قد ايه؟ يبقى 24 متر مربع. طيب بعد كده بحسب عدد الرشاشات، يبقى هنا number of sprinkler in design area.
هيساوي قد ايه؟ يبقى بروح اقسم اللي هي 139 متر مربع على 24 متر مربع، يبقى هنا 139 على 24 يطلع معايا قد ايه؟ يبقى كام سبرينكلر؟ يطلع معايا 6 سبرينكلر. يبقى هنا عدد الرشاشات اللي هستخدمها في الجزئية او الحسابات بتاعت اللايت هازارد يبقى 6 سبرينكلر. طيب بعد كده بنحسب السبرينكلر فلو فلوريت اهو بالجي بي ام، الواحدة بتاعته جي بي ام، يبقى بيساوي ايه؟ يبقى من خلال الكتالوج اللي هو بتاع الاكستندد كفرج سايد وول سبرينكلر يبقى هنا يطلع كام جي بي ام؟ 26 جي بي ام. يبقى بيساوي 26 جي بي ام. وبالتالي هنا يبقى التوتال فلو بتاع الرشاشات، يبقى توتال سبرينكلرز فلو ريت بالجي بي ام يبقى تساوي ايه؟ يبقى تساوي ال 26 في ال 6، عدد الرشاشات الموجوده عندي في الديزاين اريا مضروبه في الجي بي ام للرشاش الواحد اللي هو 26، يبقى يطلع كام؟ تعالى نحسبها كده، يبقى 26 في 6 يطلع 156، يبقى ده 156 جي بي ام اللي هو ايه؟ التوتال سبرينكلر فلو ريت، يطلع بكام؟ يطلع ب 156 جي بي ام. طيب هنيجي لحكايه الهوز اللونس. تمام، هنا لو قلنا مثلا ان في عندي اتنين كابينه اللي هي فيرست ايد، واحده خاصه بالسيتنج اريا، واحده مثلا عند الانترانس. تمام، يبقى هنا هنستخدم كابينتين فيرست ايد، يبقى هنا قيمه الهوز اللونس قد ايه؟ تمام، يبقى 100 جي بي ام. تمام، جبناها منين؟ يبقى جبناها من خلال اللي هو الجدول ده. يبقى في اللايت هازارد يبقى هنا عندي استخدمت اتنين كابينه داخليه، يبقى 100 جي بي ام. يبقى كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي هنا هنقول ان الهوز اهو، هوز اللونس في الجي بي ام يطلع وفقا للكود ان احنا مثلا هنستخدم اتنين كابينه، بس مش هنركبهم دلوقتي، هنركبهم لما نيجي نشرح الجزئيه ديت بالكامل اللي هي الجزئيه بتاعت الكابين او الستاند بايب قدام. وبالتالي هنا يبقى هنا البامب فلو ريت اللي انا محتاجه بالجي بي ام هيساوي قد ايه؟ يبقى يساوي 256 جي بي ام، جبناها منين؟ اللي هي 156 بتاعت السبرينكلر وال 100 اللي هي بتاعت الهوز اللونس، يبقى يطلع 256 جي بي ام. طيب بعد كده بحسب الهيد، يبقى بامب هيد، خلينا نفصلها واحده واحده. يبقى الاستاتيك هيد اولا، انا قلت لك ان الارتفاع بتاعي يبقى في 3 متر تحت الارض وفي 6 متر فوق الارض لحد ما اوصل للرشاشات. يبقى هنا قيمه الاستاتيك هيد قد ايه؟ يبقى الاستاتيك هيد بتاعي 10 متر او ما يعادل اللي هو 1 بار. تمام، هما 9 متر نقول يعني 10 متر ما فيش مشاكل، مش هتفرق يعني. طيب بعد كده هنيجي للريزيدوال هيد اهو، ريزيدوال هيد اللازم لتشغيل الطرمبة والواحدة بتاعته بالمتر هيساوي قد ايه؟ يبقى بنجيبه منين؟ من الكتالوج اهو، بيحددها لي ب 22 بي اس اي او 1.51 من 100 بار، يعني تقريبا 15.1 متر. يبقى قول 15 متر اهو، ده ريزيدوال هيد اهو. وبعد كده اللي هو الفريكشن، فريكشن او اللوسز هيد، يبقى الفريكشن هيد زي ما قلت لك انت بتاخدها من 1 لـ 2 بار على حسب حجم السيستم. طبعا السيستم بتاعنا هنا صغير، يبقى ناخدها 1 بار يعني 10 متر. لما اجمع التلاته دول
يبقى هنا بجمع التلاتة مع بعض، يبقى طلعت هنا اللي هو البامب هيد، يبقى بيساوي قد ايه؟ يبقى بيساوي 10 و15 و10، يبقى هنا قد ايه؟ يبقى هنا 35 متر، او ما يعادل تقريبا قد ايه؟ 3، يبقى 3.5 بار، او كام بي اس اي بالمره من حوالي الوحده بي اس اي اهو. يبقى ادي البريشر، عايزين نحول من متر اتش تي 2 او للي هو البي اس اي، ده كام؟ ده 35 متر، يبقى نحول ده هيطلع لي تقريبا 49.8 و50 بي اس اي. تمام، تقدر تحسب برضو البار اهو، يبقى بامب بار، والوحدة بتاعتي هورس باور اهو عشان خاطر نستخدم القانون اللي احنا موجود عندنا. اللي هو بتحسب ازاي البامب بار؟ يبقى بتقول ان هي كيو بتاعت البامب في الهيد على 3960 في الافشنسي. يبقى هنا الكيو بتاعت البامب كام جي بي ام؟ يبقى هنا البامب فلوريت 256، يبقى 256 اروح ضارب في الهيد بايه؟ بوحده ايه هي؟ الوحده بتاعت الهيد هنا اللي هي القدم. تمام، يبقى هنا الوحده بتاعتي اللي هي القدم، يبقى هنا بيساوي كام قدم؟ نحولها برضو اهو، يبقى هنا عندي 35، عايزين نحولها ليه قدم H2O، يبقى تقريبا 115، يبقى 115 قدم. نوسع كده الدنيا شوية اهو، تمام. يبقى هنا تعالى نحسب كده، يبقى 256 في 115 على 3960، صح كده؟ تمام، يبقى يساوي، ويبقى كده اروح اقسم على 65% اللي هي الكفاءة بتاعت الطلمبة، يعني تطلع حوالي 11.5 هورس باور، يبقى 11.5 ايه؟ هورس باور. يبقى انت بالفعل كده بطريقة مانيوال، بطريقة سريعة جدا، تمام، تقدر تقدر الطلمبة بتاعتك. يعني انت مثلا لو كنت في موقع وبالتالي هنا طلب منك انك تشيك على الطلمبة، تمام، يبقى هنا بطريقة سهلة جدا من غير ما اعمل حسابات هيدروليكية بالتفاصيل بتاعتها، يبقى بصورة مبدئية اقدر اقدر الطلمبة ده هي مظبوطة ولا لا بالطريقة اللي شرحناها. ان احنا بنقول ان الديزاين اريا عند اللي هي 139 متر مربع او 1500 قدم مربع، بشوف السبرينكلر اريا باسم ده على ده بيطلع لي عدد الرشاشات الموجودة عندي في الديزاين اريا، وبعد كده بشوف الفلوريت بتاع السبرينكلر. طبعا لو ما كانش موجود عندي في الكتالوج او مش موضح بالتفصيل، بروح اجيبه من خلال العلاقه اللي هي بتاعت كي جذر البي، وبعد كده بحسب اللي هو التوتال فلوريت اللي هو عدد الرشاشات في الفلو بتاع الرشاش، وبعد كده بروح ايه اللي هو بشوف الهوز الاونس اذا كان في كباين ولا لا، وعددها قد ايه، هل هو واحد ولا اكتر، تمام. وبعد كده يبقى بجمع الاثنين على بعض بطلع البامب فلوريت، وبعد كده بشوف الاستاتيك هيد تقريبا ارتفاع المبنى قد ايه، والريزيدوال هيد اذا كان درجه الهازارد بتاعتي لايت هازارد يبقى هيطلع عندي اللي هو 15 متر. لا هنا ده طبعا الريزيدوال هيد جبناه من الكتالوجات، لكن لو كان مش من الكتالوجات يبقى الستاندرد العادي، يبقى هنا بروح وضعه ب 15 بي اس اي لو كان لايت هازارد، او 20 بي اس اي لو كان اوردينري هازارد. بعد كده الفريكشن هيد يبقى قلت لك ان هي بتتراوح ما بين 1 ل 2 بار على حسب حجم السيستم، بجمع التلاتة على بعض يبقى هنا طلعت اللي هو قيمة الهيد بتاعت الطلمبة والباور بتاعتها. نفس القصة هنكررها بالنسبة للأوردينري هازارد، تمام، يبقى هنا هكرر القصة دهية.
للجزئية بتاعة الـ Ordinary Hazard اللي هي بتاعة المطبخ الموجود عندي هنا. يبقى هنا برضو الـ Design Area 139 متر مربع أو 1500 قدم مربع. المساحة التصميمية بتاعة أو المساحة بتاعة التغطية بتاعة الرشاشة اللي هي 12.1 متر مربع. يبقى هنا عدد الرشاشات الموجودة عندي في الـ Design Area قد إيه؟ يبقى 139 على 12.1 يطلع قد إيه؟ 11.5 سبرينكلر، يعني قد ايه؟ يبقى 12 سبرينكلر. تمام. السبرينكلر فلو ريت بقى بالجي بي ام هجيله ازاي؟ يبقى هنا بيساوي اهو هنكتب بالتفصيل، يبقى 5.6 في الجذر التربيعي، يبقى هنقول تمام كده. يبقى الواحد القيمه الريزيدوال بريشر قد ايه؟ يبقى 20 بي اس اي. جبناه منين؟ جبناه من الجدول الموجود عندي في ال ان اف ام، موجود عندي في السلايدات شفناه معمول ازاي. اس ايه؟ اس نص اللي هو الجذر التربيعي. يعني هنشوف القيمه بتاعتي قد ايه هنا. يبقى هنا بقول ان 20 ياخد لك الجذر التربيعي، واروح ضارب بعد كده في 5.6 تمام، يطلع عندي قد ايه؟ 25 جي بي ام. يبقى هنا بحطها ب 25 جي بي ام. يبقى 25 جي بي ام اللي هي الفلو بتاع ايه؟ بتاع الرشاش في الاوردينري هازارد. طيب لما اضرب ال 25 في ال 12 يطلع لي عدد ايه؟ يبقى يطلع لي الفلو ريت بتاع الرشاشات كلها في الديزاين اريا. يبقى هنا 25 في 12 يطلع كام رشاش؟ او يطلع كام فلو؟ او كام جي بي ام؟ كام جي بي ام؟ يبقى 300 جي بي ام. يبقى هنا ادي 12 اهو في 25 يطلع معايا 300 جي بي ام. هزود وزع اللاونس اللي هي 100 جي بي ام، هي ما اختلفتش ما بين لايت او اوردينري اهو في الجدول اللي موجود عندنا، ما اتغيرتش اهو 0 او 50 او 100 باختلاف درجه الهازارد قد ايه. يبقى هنا المحصله بتاعت البامب يبقى هنا قد ايه؟ يبقى تطلع 400 جي بي ام. اللي هيفرق بقى هنا بقى اللي هو الريزيدوال هيد، هنا بقى مش 15 متر بقى، هنشوف بقى ايه قيمه الريزيدوال هيد. تمام، هنحط هنا البي اس اي بوحده البي اس اي ونشوفها بالمتر اتش 2 او. يبقى هنا قد ايه؟ يبقى 20 بي اس اي، هنحولها كده هيطلع 14.1 يعني حوالي 14 متر. وبالتالي هنا ادي 10 و14 و10 تاني، يبقى هنا ده 34 34 متر. هي ما فرقتش كتير عن الضغط بتاع السبرينكلر التاني اللي هو بتاع الاكستندد كفر. وبالتالي هنا يبقى هنا نحولها برضو للبي اس اي والفوت بالوحدات اللي موجوده عندي اهو، يبقى نحولها كده للبي اس اي. بي اس اي خلاص موجوده عندي اللي هي ال 20 بي اس اي. طب نحولها كده للفوت، يبقى هنا هتلاقيها 46 يبقى ده 20 بي اس اي. لا مش 20 بي اس اي، هيطلع كام بي اس اي؟ يبقى نحول كده من متر H2O اهو كام؟ 34. نحوله للبي اس اي اهو يطلع عندي كام؟ يبقى يطلع 48.4 وبالقدم يبقى نحوله كده للقدم H2O اهو يطلع عندي 111.5 قول 112. تعال نشوف الهورس باور بتاعي قد ايه، فنروح ضربين اللي هي 400 الفلوريت بتاع الطولمبا، نضربها في الهيد بتاعي اللي هو 112 نقسم على 3960 ونقسم كمان على ايه؟ ونقسم على الافشنسي بتاعه الطولمبا اللي هي 65%، يطلع كام؟ يطلع 17.5 هورس باور. شايف الفرق ما بين
الترومبه ده هي الترومبه دي تمام، يبقى دي طلعت 11 ونص هورس باور، بينما هنا طلعت 17 ونص هورس باور لما حسبت على الاوردينري هازارد. لما حسبت على الفلوريت لقيت ان هتطلع في الجزء بتاع اللايت هازارد 256، بينما هنا في الاوردينري هيطلع 400 تمام. قيمه الهيد ما فرقتش كتير طبعا، ده بالحسابات المبدئيه، لكن ممكن لما تعمل حسابات الهيدروليكيه بتاعتك هتلاقيها اختلفت تمام. فبروح واخد اعلى فلو واعلى هيد في الاثنين، وعلى اساسه هو ده اللي بصمم عليه ايه الطلمبه او بعمل عليها سيلكشن تمام كده. طيب يبقى كده انتهينا من الجزئيه ازاي ان انا بحسب بطريقه مانيوال القدره بتاعه الطلمبه، واحسب الساعه بتاعتها، واحسب الهيد بتاعها بصوره سريعه وبصوره يدويه، وتبقى قريبه الى حد كبير من الواقع. القصه ديت برضو عملنا لها زي اكسل شيت كده اهو. باذن الله اول ما يكتمل ان شاء الله الاكسل شيت دوت هيبقى حاجه كويسه جدا في الحسابات بتاعه الفاير. فالقصه ديت لخصناها في ان احنا عملنا ايه، ان احنا ازاي نصمم الطلمبه بتاعتي وفقا لعدد من المدخلات هدخلها على الاكسل دهوت، ومن خلاله تقدر تحسب اللي هو ايه اللي هو القيمه بتاعه الفلو بتاعه الطلمبه. مش بس كده، لا انت كمان هتجيب المقاسات بتاعه المواسير، ولو ان ده سبق الاوان شويه، المقاسات بتاعه المواسير بتاعه السكشن والديسشارج قد ايه، لو عندك ترومب جوكي هتحسب الفلو بتاعها قد ايه، لو عندك ديزل فيول تانك، التانك بتاع الترومب الديزل بيحسب حجمه قد ايه، كمان بيحسب لك التانك بجميع ابعاده وجميع مقاسات المواسير بتاعته، بمجرد ايه انك تدخله كده بس. ايه اول حاجه بتدخله اللي هو الهازارد، يبقى إيه بتختار درجه الهازارد طبعا، ده متصمم للرشاشات اللي هي الستاندرد. الجزء بتاع الاكستندد كفرج النتيجه لان في قيم بتختلف من كتالوج للتاني ومن مصنع للتاني، فما قدرناش ان احنا نحصره في الاكسل شيت ده. فهحسب دلوقتي في الاكسل شيت دوت اللي هو الجزء بتاع المطبخ اللي هو الاوردينري جروب 1. هقول ان البيلدنج هايت بتاعه قد ايه تمام، قلنا ان هو تقريبا 10 متر. تعالى كده نحول اهو 10 متر نحوله للقدم تمام، فهتلاقيه تقريبا 33 قدم، يبقى خليته 33 قدم. ابروكسيمت بايب لينث، يبقى هنا بتحسب اللي هو الطول التقريبي للمواسير تمام، يبقى تقريبيا اطوال المواسير لحد ما اوصل للديزاين اريا بتاعتي. هنشوف كده ادي اهو البعد ده قد ايه، هتلاقيه 14 متر. بعد كده هتزود ده عليه 9 متر، يبقى هنا ممكن حتى نحط الابعاد عشان تبقوا مركزين معايا بس، يبقى ده 14.5 متر، ده اللي هو 8.9 متر. وبعد كده لحد ما اوصل لده كده اهو 3.4 تمام، ونزود كمان طول الماسورة دهيت يبقى 8.15، يبقى هنا تعالى نجمع مع بعض كده يبقى 15، هنقول مثلا 15 اللي هنا تمام. هنزود ده 9 متر يبقى زائد 9 متر يبقى 15 زائد 9 زائد هنا 14 متر اهو، ونزود عليه كمان نقول 9 متر كمان اهو، يبقى زائد 9 متر، يبقى يطلع حوالي 47 متر تمام. يبقى 47 متر لما نحولها للقدم، تعال نشوفها كده التحويل بتاعها، يبقى يطلع حوالي 154 فيت. تعال كده نحطها في الاكسل شيت اهو 154 قدم. بعد كده بيقول لك البايب دايمتر فور لونجست بايب، طبعا هنا المواسير هنا تمام
اغلب المواسير او اغلب اطول المواسير هتلاقي الماس بتاعها اللي هو 80 مللي او 3 بوصة. تعالى كده نختار اللي هو 3 بوصة، تمام. بتختار اللي هو بايب سايز، تمام. الابروكسيميت يعني هنا بتختار اللي هي اطول بايب عشان خاطر من خلال القطر ده هو بيحسب اوتوماتيك اللي هو ايه الفريكشن لوسز داخل ايه داخل الماسوره ده. هي مش هنفصلها زي ايه زي برنامج الاليت، زي ما قلت لك ده برضو بيعمل حسابات مبدئيه بس بيوفر عليك الجهد اللي احنا عملناه في الاكس اللي عملناه في الاوتوكاد عشان خاطر نحسب القصه بتاعه الطلمبه، تمام. بتختار بعد كده نوع الرشاش، هل هو ابرايت ولا بندنت ولا سايد وول. لا يبقى هنا نوع الرشاش بتاعي بندنت. الكي فاكتور بتاعتي قد ايه؟ يبقى 5.6. يبقى الكي فاكتور 5.6 ولا 8 ولا 11. يبقى هنا بتختار اللي هي قيمه الكي فاكتور بتاعت الرشاش. بعد كده هنا بتختار للكباين، هل في كابينه واحده داخليه ولا في اكتر من كابينه داخليه ولا في انسايد اند اوتسايد، يعني هنا في كابان داخليه وفي عندي عسكري حريق بره ولا ما فيش اصلا كابان داخليه فقط موجود مثلا عسكري حريق خارجي ولا ما فيش لا عسكري حريق ولا كابان داخليه. يبقى هنا بيدي لك اكتر من اختيار عشان خاطر يحدد من خلالها قيمه الهوز اللونس. يبقى هنا هقول له والله ان هنا في انسايد مور ذان ايه 1 اف اتش سي، يبقى هنا في اكتر من كابينه داخليه داخل المبنى ده. نوع السيستم بتاعك ايه؟ ويت ولا دراي؟ يبقى ويت. تعالى كده نشوف بقى الريزلت او النتائج اللي طلعت عندي. اول حاجه بيقول لي الديزاين اريا 1500، الدنسيتي 15%، عدد الرشاشات الموجوده عندك في الديزاين اريا 12 رشاش، الجي بي ام للرشاش الواحد يبقى 25 جي بي ام، الهوز اللونس 100، الاريا بير 1 سبرينكلر بالقدم مربع يبقى 130، هي نفسها 12.1 من 10 متر مربع. بعد كده بيدي لك اللي هي كمان توزيع الرشاش نفسه اللي هي ماكسيمم ديستانس بتوين سبرينكلر، هتلاقيها 15 قدم والمينيمم ديستانس 6، وبعد كده ماكسيمم ديستانس فروم وول كمان بيديها لك يبقى 7.5 قدم اللي هي نص المسافه ما بين السبرينكلر والتاني. بعد كده الماكسيمم ديستانس فروم سيلينج والمينيمم ديستانس فروم سيلينج يعني المسافه من السيلينج الخرسانه قد ايه، دي بتخص طبعا الابرايت ما بتخصش البندنت، فبالتالي هنا حاطه نوت افيلابل. وبعد كده بيديني التوتال سبرينكلر ديماند، يبقى هنا ده اللي هو الفلو بتاع الطلمبه طلع قد ايه؟ طلع 400. تعالى نرجع كده للحسابات بتاعتنا اللي احنا حسبناها، يبقى فعلا طلع قد ايه؟ طلع 400 اهو. وبعد كده بيروح حاسب اللي هو التوتال هيد بالقدم 164 قدم، طبعا ده حاسب بالمعادله اللي هي بتاعت هازن ويليامز بدقه اللي هي قيمه الفريكشن، وضاف لها كمان اللي هو الريزيدوال هيد، وضايف كمان اللي هو الاستاتيك هيد. طيب لما نحولها كده 164 قدم، تعالى نشوف كده اهو في البريشر، تعالى نحول من القدم H2O للي هو متر H2O 164، يعني حوالي تقريبا كام 50 متر. تعالى كده نشوف الحسابات اللي احنا حسبناها هناك، تمام. فهتلاقي الحسابات اللي احنا حسبنا بيها البامب هيد لقيناها قد ايه؟ 48.4 من 10 بي اس اي او 112 قدم، بينما هو هنا عشان حاسب بالمعادله بصوره ادق طلعها قد ايه؟ 164 قدم. هنا 34 متر بينما هنا طلعناها قد ايه؟ يبقى طلعناها 49 احنا طلعناها 34 متر بينما هنا طلعها ب 49 متر، تمام. يبقى هنا الاكسل ده ادق من الحسابات بتاعتنا، زي ما قلت لك الفريكشن احنا بناخدها من 1 ل 2 بار، فما بتبقاش بصوره دقيقه الى حد كبير زي ما بتتحسب بواسطه المعادله اللي بتاعت هازن ويليامز. فبالتالي هنا الاكسل شيت ده ادق بكتير من اللي عملناه بصوره يدويه، لكن هو طلع لك قيمه الفلو مظبوطه. كان في فرق الى حد كبير مش كبير يعني ما بين الفلو او ما بين الهيد اللي احنا حسبناه بطريقه مانوال والهيد اللي طلع فيه الاكسل ده. بعد كده بيقول لك الريكوايرد بامب، بقى هنا بيديني مواصفات كامله للطلمبه بتاعتي، بيقول لي ان الفلو ريت بتاعها 400، الهيد بتاعها 50 متر، البار
بتاعها هيبقى 6 كيلو وات. كمان بيديني استكشن بايب سايز قد ايه، الديسشارج بايب سايز قد ايه، الريليف فولف. تمام، هنعرف قصه الريليف ده هي بالتفصيل قدام ان شاء الله. والديسشارج بتاعه قد ايه، لو انت هتركب فلوميتر عشان تختبر الطلمبه يبقى قد ايه السايز بتاعه. تمام، بعد كده لو جوكي بامب يبقى بيدي لك كمان قيمه الفلوريد بتاعها قد ايه، وبيحسب لك الهيد بتاعها قد ايه والباور بتاعها. طبعا لو الطلمبه ديزل يبقى بيروح حاسب لك حجم التانك قد ايه. هنعرف القصه دي بالتفصيل برضو قدام ازاي بيحسب الاكسل القصه دي. بعد كده ريكوايرد تانك، يبقى هنا انت درجه الهازارد بتاعتك ايه، يبقى اوردينري هازارد. يبقى هنا المده الزمنيه اللازمه لتشغيل الطلمبه 60 دقيقه، وبالتالي هنا الفوليوم هيبقى 91 متر مكعب. تمام، وبيديني السايز بتاع المواسير اللي هي خاصه بالفيلنج اللي هي اللي بتملى التانك ده، والمواسير بتاعت الفنت والديستشارج بتاع التانك قد ايه، وماسوره الاوفر فلو، والانتي فورتكس بليت او منع الدوامات اللي هو بيركب جوه التانك عشان يحافظ على الطرمبه ان يدخل لها الفلو بصوره سموز، ان هي ما يدخلهاش فلو بصوره تربلنت علشان ما ياثرش على الطرمبه او يتسبب في تكهف بتاعها او يأثر على الطلمبة او يتسبب في خاصية الكافيتيشن او ظاهرة الكافيتيشن للطلمبة. وكمان بيديني كمان السايز بتاع ايه، بيديني السايز بتاع الدرين اللي هو لازم يركب على التانك عشان خاطر ان انا افضي بيه التانك او ان انا اعمل له عملية الصيانة. باذن الله الاكسل شيت دهوت هيبقى يعني حاجة كويسة خالص في الفاير. تمام، هيوفر مجهود كبير جدا في الحسابات بتاعتنا. تمام، هيبقى ملخص الى حد كبير اللي هي الديزاين بتاع اغلب الانظمه للسيستم بتاع الفاير، وهيوفر عليا جهد كبير ان انا ادور على الطرق دهيت او الارقام دهيت في الكود. لكن كان لازم اشرح القصه دهيت بالتفصيل زي ما قلت لك في البرزنتيشن عشان خاطر لما ندخل على الاكسل دوت تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، المعادلات بتاعتها اتعملت ازاي. لما تيجي تدخل على برنامج الاليت بعد كده ان شاء الله يبقى هنا تقدر تعرف البرنامج ده بيحسب ازاي. نسينا حاجه هنا برضو اللي هي حسابات ايه، يبقى بالطريقه المانيوال هنحسب اللي هو المفروض اللي هو الحجم بتاع التانك. يبقى اقول له التانك فوليوم، والوحده بتاعته بالمتر المكعب، يبقى بيساوي ايه، يبقى بيساوي 30 منت. طبعا لان ده درجه الهازارد بتاعت اللي هي على الشمال اللي هي لايت هازارد. هتتضرب في ايه، يبقى هتتضرب في الفلويد بتاع الطلمبه اللي هو طلع عندي 256 جي بي ام. تعال نشوف القصه ده هي هتساوي قد ايه. يبقى 256 في 30 يبقى يطلع 7680 جالون. أو بيساوي قد إيه؟ أهو تعال نكبره كده. اللي هو بيساوي عايزين بقى نحوله للمتر مكعب. تعال كده أهو في الكونفرتر ده. يبقى هنا نحول الفوليوم. تمام، هنحوله من جالون يو اس اي لمتر مكعب. تمام، طلع كام القيمه بتاعتي 7680. نعمل له كونفرت يبقى يطلع لي 29 متر مكعب. طيب تعالى بنفس القصه هنا هنحسب اللي هو التانك بصوره برضو مانيوال اهو. هنا هيبقى كام منت، يبقى 60 منت، والفلو بتاعي 400. تمام، يبقى هنا 60 في 400 هيساوي 24000 جالون. 24000 جالون، اي ما يعادل تقريبا كم متر مكعب،
هيطلع 90.8 متر مكعب، قول تقريبا 91 متر مكعب. تمام، يبقى ده كده انتهينا من القصة بتاعة الحسابات، سواء كان بالإكسل شيت أو الحسابات بالطريقة المانيوال، إن أنا إزاي أحسب السعة بتاعة الطولمبة والهيد وحجم التانك قد إيه، وبقى إزاي بحسب البامب باور بتاعي قد إيه. أنا شايف إن ده قدر كويس جدا، بس عشان خاطر تستوعب المحاضرة دي كنت عايز أكمل في الجزئية بتاعة الإليت، بس هنا هيبقى صعب والدنيا هتبقى داخلة في بعضيها، فإحنا نستوعب المحاضرة دي إن شاء الله، وبإذن الله المحاضرة اللي جاية هنفرد فيها الجزئية اللي هي خاصة بالإليت، ازاي ان انا اولا بفرد البرنامج عندي على الجهاز وبعمل الكراك بتاعه عشان خاطر ما يدينيش 10 مواسير، يديني 1000 ماسورة كمدخل ليه، وهنعرف الواجهة بتاعة البرنامج وايه المدخلات اللي انا بحطها على البرنامج عشان خاطر يعمل الحسابات بتاعته. وقبل ده كله ازاي ان احنا بنعمل اللي هو الايزومتريك علشان خاطر اعمل مدخل صح على البرنامج علشان خاطر يوجد بطريقة مظبوطة اللي هو الساعة والهيد بتاعت الطولمبة، وازاي ان انا بطلع في الاخر اللي هو الريبورت او اللي هو خاص بالهيدروليك كالكوليشن للقصة دي. بإذن الله لو قدرنا نحصل الجزئية دي كلها بإذن الله المحاضرة اللي جاية، هيبقى المحاضرة اللي بعديها هناخد بقى ايه تحويل الريستورانت دوت من منطقة سخنة لمنطقة تانية باردة، يبقى هنحوله من ويت سيستم لدراي سيستم. هنشوف القصة ديت هتبقى ان شاء الله قصة كويسة جدا، هنتعلم منها ازاي ان احنا بنعمل ديزاين للدراي سيستم. وكمان عشان نقفل الجزئية بتاعت الرشاشات بالكامل، هناخد برضو مثال ازاي ان انا بعمل حسابات هيدروليكية للجريد سيستم، لو صادفني مثلا داخل جراج ازاي ان انا بعمل بايب سايزنج ليه. تمام، زي ما احنا اخدنا قبل كده في البايب سكيدول ان احنا بنعمل بايب سايزنج للمواسير، بس دي بستخدمها مع حاله اللي هو التري سيستم، لكن جريد سيستم بيبقى له سيكونس تاني في السايزنج بتاع المواسير بي. هنشوف ازاي بنعمل القصه بتاعت السايزنج والحسابات الهيدروليكيه للجريد سيستم باذن الله المحاضره مش اللي جايه، اللي بعدها باذن الله. اشكركم وانا اسف ان انا اطلت عليكم جدا النهارده. تمام، وان شاء الله اشوفكم في المحاضرات اللي جايه، وباذن الله لو في اي استفسار نرجو التواصل على صفحه الفيسبوك فاير فايتنج تيك فور يو، او على الايميل او الكونتاكتس اللي هي موجوده عندي في اول الفيديو او في اخر الفيديو. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.